السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه من يدودو. النهارده عملت مناقيش زعتر محمره ساده وبالجبنه. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنعمل مناقيش، هي فطاير سوريه بتبقى بالزعتر وبتبقى بالفلفل المطحون. طريقتها سهله قوي وعجينتها بسيطه قوي، ما بتاخدش وقت. عندنا هنا 750 جرام دقيق قيمه 3 مجات كبار، وعندي معلقتين لبن بودرة، معلقتين زبادي، معلقة سكر، معلقة خميرة، نص معلقة بيكنج باودر أو معلقة صغيرة، وعندي نص مج زيت. تمام، نشوف الطريقة مع بعضينا. نحط اللبن البودرة على الدقيق، هنحط البيكنج باودر، هنحط معلقة الخميرة، معلقة كبيرة أو كيس، وهنحط معلقة السكر، عندنا معلقه ملح زي كده نحطها عليها برده. بعد كده هننزل بالزبادي، هنقلبهم بقى كلهم مع بعض. عجينه سهله قوي، مش تاخد مننا وقت خالص ان شاء الله. يعني كده هننزل بالزيت بقى، بعد كده هنعجن بميه دافيه، ما ينفعش الميه تكون سخنه يا جماعه، نعجن بيها ميه دافيه احسن، بتفعل الخميره على طول. الميه السخنه بتقتل الخميره وما بتخليهاش تدافع. هنزل بقى بالمج ميه دافيه. المج ده اللي انا عيرت بيه الدقيق، 3 مجات عيرت بيهم الدقيق، يعني المج 250 جرام، ده الحجم ده. هقلب كده، مش هحط الميه كلها، لازم اقلب الاول واشوف هحتاج ميه تانيه ولا لا، وكل حد حسب الدقيق اللي عنده. هي يا جماعه شوفوا كده العجينه لسه ما عجنتهاش جامد، انا خدت القيمه ديت من الميه حوالي نص المج، ما خدتش المج كله. عجنها بقى كويس 5 دقايق كده وارجع لكم. هات شكل العجينه اهي، عجنتها 5 دقايق بس، هغطيها واسيبها لما تخمر، بعد كده اوريك هنعمل فيها ايه. فيها زيت اهي حوالي نص كوبايه، وانزل عليها بصل متقطع كده ناعم، ها مفروم ناعم. هفضل اقلب فيه بقى اشوحه وهوريه لكم. انا قلبت في البصله اهي بتاعه المحمره، دي بتاعه المحمره انا بجهزها على ما العجينه تتخمر. حطيت نص كوبايه زيت وحطيت 3 4 بصلات كبار كده وقطعتهم صغير. تمام، ويا دوبك هي دبلت بس كده ما تاخدش لون، بس بتدبل كده وتبقى شفافه. وهنزل عليها بحته ثوم، معلقه ثوم، هقلبها فيها بقى كده. البصله والتومه بالشكل ده، هنزل عليهم بالطماطم 2 أو 3 كده وسط، متقطعه كده ايه قطع صغيره. دبله الطماطم معايا اهي، هحط بقى معلقتين الفلفل المطحون او دبس الفلفل اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، او صلصه الفلفل اهو بالشكل ده. هحط دبس الرمان، هحط 4 معالق كبار دبس الرمان.
حط بقى الملح، ملح حسب الرغبه، ونحط كمون معلقه صغيره، وفلفل اسمر برده معلقه صغيره، نحط بابريكا حلوه برده معلقه صغيره، نقلب بقى الخليط ده كده. نحط حبة البركة، معلقة كبيرة اهي من حبة البركة، نقلب بقى الخليط بتاعنا اهو. نحط معلقة صلصة طماطم، هسيبها بقى كده غلوة على النار وهطفي عليها وخلاص، سيبها تبرد وهشوف العجينة بقى بتاعتي اعمل فيها ايه. دي المحمرة بتاعتنا هي جاهزة، هجهز بقى الزعتر لان بتبقى المناقيش بالمحمرة وبالمناقيش بالزعتر زي ما انتوا عايزين، يعني الكمية اللي انتوا عايزينها. ممكن نص كوباية زعتر من ده ونص كوباية زيت زيتون، لازم تتخفف بزيت الزيتون كده، ولازم ما تكونش تقيلة يعني تكون خفيفة، يعني زيت الزيتون يكون اكتر من الزعتر عشان نقدر نفردها على الفطاير بتاعتنا. تمام زي كده، حطينا على جنب بقى. ادي العجينة بتاعتنا خمرت اهي، شفتوا خرج منها الهواء. بعد كده هقطعها كور صغيرة وابتدي اشتغل فيها. على حجم بقى الفطيرة اللي انت عايزاها او المنقوشة اللي انت عايزاها كده بالشكل ده. نحطها في صينية، نفردها بقى بالشكل ده، نخليها مدورة. بالسم كده كده، خليها رفيعة عشان تبقى زي بتاع المحلات بالظبط. كده اهو نظبطها بقى بايدينا كده اهو قبل ما نحط عليها الحشو. نعمل واحدة تانية. نجيب خشوكة بقى ونخرمها عشان ما تعلاش مننا في الفرن، وحط عليها الحشوة بتاعتها. نجيب بقى الحشوة نحطها عليها وما نحطش على الأطراف. عايزين بقى تسيبوها كده سيبوها، عايزين تحطوا عليها جبنه عادي، هي بتتعمل بالطريقتين، يعني ممكن تتساب كده وتخش على الفرن على طول، ممكن نحط عليها جبنه، نحط جبنه موتزاريلا مثلا او اي جبنه بتسيح. هدخلها بقى على فرن على درجه حراره 200، نولعها على الشوايه ومن تحت بتاخد حوالي 10 دقايق. دي يا جماعة اهي هشكها برضو. انا دهنا الصينية زيت، دي هعملها بالزعتر، لازم نقلب الزعتر قبل ما نحطه على الفطيرة، نقلبه بيبقى بالقوام ده كده بالشكل ده كده، نحطه بس مش كتير عشان ما يطلعش بره. هدخلها الفرن بقى واوريها لكم لما تطلع. خرجت معانا من الفرن قعدت 10 دقايق. تمام هي لسه سخنة، هنقلها بقى في صينية تانية طريه قوي. بصوا
ريحتها جميله جدا جدا. ما اقولكوش بقى تسويتها حلوه قوي من ورا بس سخنه مش عارفه ايه. اوريها هدخل بقى دي في الفرن وفي الاخر اوريكم شكلهم ايه. دي شكل الفطاير بتاعتنا اهي بعد ما خرجت. انا عامله اكتريتها اللي محمره بالجبنه عشان بنحبها اكتر، وبالزعتر دي مش عامله منها كتير. شوف شكلها تسويتها اهي طريه دي. دي اللي هي بالجبنه، اقدر اوريكي تسويتها سخنه. عملت لي ما شاء الله كميه حلوه، يعني كيلو الا ربع دقيق عمل لي دول كلهم، ودي كمان عمل لي كميه ما شاء الله حلوه زي ما انتم شايفين. وتقدروا تعملوا منها برضو ساده زي كده من غير جبنه يعني. شوفي طريه خالص ازاي اهي، دي انا عاملاها كده عشان بنتي بتحبها كده من غير جبنه، دي من غير جبنه. بصوا الفطيره طريه خالص ازاي اهي، حلوه قوي. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا. شوفوا سمكها كده حلو قوي، ما تخليهاش تخين عن كده اهي، اجمل من اللي بنشتريها من بره والله، وريحتها يعني معبقه البيت كله، جميله جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.